عيشة الأعياد معاً معاً نلعب معاً للهولى نتعب. أبحث عن ألوان للروض والزهر لفرحة العيد، أبحث عن ألحان للطير والنهر خضر الأناشيد، أبحث عن إنسان يعيش في قلبي، أبحث عن إنسان يسير في دربي. أرجوك زكزك لا تبكي لا تبكي، لا أستطيع، لا عقصتني النحل بإيدي، عقصتني النحل بيدي، آخ يا يدي. زكزك الأمر بسيط جدا لا تخف، أنا سأفرك يدك بالثوم وستشفى بسرعة بسرعة، لا تخف زكزك. آخ يدي، أنا سأتسمم من عقصة النحل، سأتسمم. كلا زكزك لن تتسمم، التوم يشفيك. نعم التوم يشفيك من عقصة النحل ويمنع عنك التسمم. كلا أنا سأتسمم، آخ يا يدي يا يدي. مرحبا مسكين زكزك، هقصت النحل بإيده. أنا أعرف، أنا أعرف، لا فائدة أبدا من النحل، لا فائدة. ماذا قلت زكزك؟ لا فائدة من النحل؟ أنت غلطان. نعم النحل مفيد جدا، ثم أن النحلة ظنت أنك وردة، صحيح سمر؟ نعم أنت زكزك مثل الوردة. أنا أعرف، أنا أعرف أن النحل مفيد جدا جدا، والنحل يصنع أيضا العسل الطيب. مرحبا. وأطيب العسل، أنا كل يوم صباحا آكل ملعقة عسل مع أشطر النحلات في صنع العسل اللذيذ. شكرا يا نحلات، ما رأيكم نزور قفير أو خلية نحل؟ خليكن معنا. قفير النحل، النحلة العاملة التي لا تتوقف عن العمل. النحلات تتجمع هكذا على غصن شجرة الليمون، إنها على الأزهار تمتص الرحيق لتصنع منه العسل اللذيذ. آلاف النحلات في مثل هذه الخلية، حوالي 80,000 نحلة. تبيض النحلة حوالي 2000 بيضة في النهار. وصل للنحل منشان العسل تاني طبقة فوق. طيب شو مألف؟ ألف من 10 براويز شمع بلا شغل، منصبه ومننزله للنحلة. طيب النحلة بترجع وقت قصير يعني بالموسم الزهر، تشتغلوا بهالشكل وبتعبيه ولد، يعني نحل صغير بيقولوا له ولد بيض، بنضبه نحن نتشارين للربيع. الربيع منرجع
منحطه للنحلة بيكون إجا زهر الليمون وكل الأزهار المفتحة اللي بتاخد منها هالمواد النحلة. منكون مجهز الأيام مشان نحطه بالربيع. شكراً. واسع مشان يفوت فق 2 و3 مناطلين فق بعضهم مشان ما تضايق النحلة بالعقص إذا عقصي، لأنه أكيد النحلة بدها تهاجم وتعقص بالنسبة للي عم بيشتغل فيها دفاعاً عن الخلية تبعها. يرتدي ثياب خاصة فوق ثيابه. وجه اللي مألف من برنيطة بلاستيك وشريط وقماش منشان واحد يقشع هو عم بيشتغل بالنحلة. هاودي الكفوف يلي أصبح مثل رائد الفضاء يشتغل فيهم بين النحل، كمان فرعة قاسية منشان عقص النحل ما يفوت فيهم. في كل خلية من هذه الخلايا ملكة واحدة وعاملات. هذا المنفخ الحركة الأساسية لشغل النحل، إلا ما يكون معك منفخ ما فيك تفوت على المنحل. هاي العتلة منشان الحريق تفوت بالمنفخ منشان الدخان لا تدخل للمنحل لتقدر تشتغل فيه. إذا يدخل النحل لكي تدوخ قليلا وتمتنع عن العقصات. لابد للعسل من أبر النحل. هي الآلة لكي ينفخ بها داخل القفير قبل أن يقطف النحل، يسمى موسم قطاف النحل. يأخذ هذه الخلايا الشمع، ربما أصبح مليء بالعسل الطيب. بعد أن يدخن النحلات يتمكن من مشاهدة القفير. غير مليء أيضا بالعسل. يجب أن نبتعد دائما عن قفير النحل، لأن عقصات مثل هذه النحلات مؤذية ومميتة. النحل حياتها رحلة تعيش في الخلية. النحل حياتها رحلة تطير في البرية. النحل حياتها رحلة. النحل حياتها رحلة تعيش في الخلية. النحل حياتها رحلة تطير في البرية. النحل حياتها رحلة تكره الكسل بيوتها ممالك تتجمع أسرابا وتصنع العسل. تكره الكسل بيوتها ممالك تتجمع أسرابا وتصنع العسل.
النحلة 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 تلك هي النحلة. النحلة النحلة حياتها رحلة النحلة تطير النحلة النحلة حياتها رحلة تحط في القفير النحلة 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 تطير تعيش في نظام نظامها العمل كلامها عسل فما أحلى الكلام. نحلة نحلة النحلة 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 تلك هي النحلة. خفيف خفيف انظر انظر لا تخف هذه نحلات اصطناعية. نعم نحلات اصطناعية انظر من فلين وأسلاك حديدية فقط. ما رأيكم بتحبوا تصنعوا نحلات مثل هالنحلات؟ إذن حضروا قطع فلين حضروا أيضا أسلاك حديدية ممكن يكونوا أسلاك مثل هالأسلاك موجودين بالمكتبات أو أي سلك حديدي عادي ومنطلب من الماما تعطينا كلسات نايلون قديمة جوارب نايلون قديمة. طريقة سهلة جدا. أولا أول سلك حديدي نطوي بهالشكل حتى يصير عندي جانح النحلي وسلك آخر بطوي بنفس الطريقة ثم بوضع تلصيق على الجانح وبوضعه على الكلسات النايلون بلصقه جيدا بنفس الطريقة بلصق الجانح الآخر من بعد ما ألصق الجوانح بقصة حتى أفصل كل جانح على حدة الجانح الأول والجانح الثاني طبعاً لازم يلصقوا جيداً أصبح عندي جوانح للنحلي بنفس الطريقة بصنع جوانح صغار جانحين كبار وجانحين صغار هالفليني اللي هي جسم النحلة برسم عليها العيون والفم جيدا جسم النحلي والجوانح الصغار السلك الحديدي بشكوا بهالشكل بنفس الطريقة بشك الجوانح الكبار
حتى أحصل على نحلات مثل هالنحلات الاصطناعية، نحلات حلوة. ما رأيكم لو منلتقي مع أصدقائنا بالرسوم المتحركة؟ في قرية كلاب البحر ضجة غريبة اليوم، ما السبب يا ترى؟ لماذا تبكين يا وردة برية؟ ذهب بيلسان وحده ليلعب قرب النهر ولم يعد، ربما حصل له مكروه. هيا بنا. هاي أيها الدب، هل رأيت بيلسان؟ دائما ينزعج عندما يصحيه أحد. بيلسان مر من هنا أنا متأكد. وقع بيلسان في الشلال مسكين. النسر الكبير. أريد أن يقول شيئاً. بيلسان لم يقع في الشلال بل جرفه النهر. انتظروني، سأتبع نفس الطريق. بيلسان إلى أين؟ ما أغباه، ظن أنها تسلية ويريد أن يلعب من جديد. ما رأيكم ترسم مثلي؟ خلية نحل. خلية النحل مؤلفة من مسدسات، مسدس قرب مسدس مسدس قرب مسدس. مسدس أيضاً
مسدس قرب مسدس مسدس قرب مسدس قرب مسدس قرب مسدس أصبح عندي عفاكم خلية نحل. خلية النحل مؤلفة من مسدسات. بالقصة اليوم في خلية النحل كان في نحلة غريبة عجيبة تختلف عن رفيقاتها النحلات. ببدأ تختلف؟ اسمعوا سمر بتخبر الحكاية. قرأ ربيع في كتابه قصة نحلة. نحلة أنيقة جدا وكسولة جدا جدا، كانت تنام في قلب زهرة وتستيقظ عند الظهر، تتناول طعام الفطور وتأخذ حمام شمس إذا كان الطقس لطيفا، أو تبقى داخل الزهرة إذا كان الطقس حارا. اف اف، ما هذا ما هذا النهار! كانت تتذمر دائما، فتنزعج منها الأزهار وتتهرب صديقاتها منها أيضا. النحل يعمل طوال النهار وهي ترتاح، لماذا؟ كي لا تتجعد بشرتها. النحل يعمل ويجمع العسل وهي تسرقه وتدهن جسمها حتى تبقى جميلة دائما. ولكن في يوم من الأيام قررت الزهرات والنحلات أن لا تتكلم معها أبدا أبدا. مستحيل، لن نكلمها بعد اليوم، إنها قليلة التهذيب، قالت الأزهار للربيع عندما حاول أن يدافع عنها. دافع عنها فصل الربيع دون أن يعرف أنها نحلة كسولة وأنانية، ولكن فهم فصل الربيع الموقف وقرر هو أيضا أن يخاصمها. لن يرسل إليها أبدا عطره الذكي، وحتى الرياح صارت تمر من قربها وتعطس بغضب. أتشم أتشم، لماذا لا يحبني أحد؟ ماذا فعلت؟ صارت تقول النحلة الكسولة لنفسها. لماذا لا يكلمني أحد؟ أنا لا أفهم السبب. لأنك كسولة ومتغاوية. نعم إنك كسولة، أجابتها نملة صغيرة كانت تمر بجانبها مسرعة. وشعرت النحلة أنها استيقظت من حلم مزعج. رأت حولها فرحا وعملا وضجة، وفهمت أن طريقة حياتها لم تكن أبدا صالحة. ومنذ ذلك اليوم قرأ ربيع في كتابه أنتجت النحلات كمية أكبر بكثير من العسل. تعرفوا الملكة عند النحلات تولد ملكة، نعم تخلق ملكة، والملكة صوتها وريحتها بيختلفوا عن سائر النحلات. نعم ملكة بتختلف عن سائر النحلات بصوتها وريحتها. تأمر الملكة النحلات بالعمل، مثلا رنا. رنا ملكة النحل، تأمر النحلات. أيتها النحلة الصغيرة، ابدأي بالتكنيس. وأنت أيتها النحلة، اصنعي الشمع. أما أنت فارمي النفايات. وأنت يا نحلة يا صغيرة، هيا طيري واجمعي الرحيق. لاحظتوا كيف الملكة بتأمر النحلات بالعمل؟ نحلات عندما بتولد تبدأ العمل بالتكنيس، بتنظيف الخلية مثل زكزك، ثم بصنع الشمع مثل فوفو، ثم بعد ذلك برمي
النفايات، بعد ذلك بجمع الرحيق. حياة النحل منظمة ومرتبة جدا. لكن حياة النحل غريبة جدا حكمت، كيف منظمة ومرتبة؟ ما أجملها وما أطيب عسلها. زك 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 زك، لا تخف، هذا صوت حكمة يقلد النحلة. حكمة، أنت تعرف ما اسم صوت النحلة؟ نعم، صوت النحلة يدعى طنين. طنين النحل. عفيك، طنين النحل. أنتوا إذا سمعتوا طنين النحلة انتبهوا جيدا، انظروا حولكم وخبوا رأسكم حتى ما تلسعكم أو تعقصكم مثل زكزك. وقتنا انتهى معكم اليوم، نلتقي فيكم مرة تانية إن شاء الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء.